إذن قلنا ننطلق في درس الاستمرارية الثالثة ثانوي الخاص بالشعب العلمية. إذن من تقني رياضي ورياضي وتسيير وشعبة العلوم التجريبية، إذن عندنا الاستمرارية. لاحظوا جيدا هنا أبنائي وننتبه. إذن عندنا تعريف الاستمرارية، لاحظوا جيدا ماذا تقول القاعدة. تقول F دالة مجموعة تعريفها دي F، معناه إذا جئنا إلى أي دالة وعطيناها F، مثلا F لـ X مثلا، هذه عبارة هذه الدالة مثلا X مربع زائد واحد. قال وأ عدد حقيقي غير معزول من دي F. لاحظوا ما معنى كلمة غير معزول، معنى لا يمكن أن نجد هذه دي F مثلا هكذا، دي F تساوي لنا مثلا من ناقص ما لا نهاية مثلا إلى غاية ناقص واحد، اتحاد العنصر مثلا صفر هكذا، ركزوا جيدا، اتحاد مثلا من خمسة إلى غاية هنا، اتحاد من خمسة إلى غاية زائد مانية العنصر، يعني هنا المعزول هو الصفر، يعني لا نجد مجموعة تعريف دالة أن فيها هذا الأمر، معناها مجموعة تعريف كأن من ناقص ما لا نهاية إلى غاية ناقص واحد، ثم عندنا الصفر لوحده هنا الصفر، ثم تعود من خمسة إلى غاية زائد ما لا نهاية وهنا بناقص ما لا نهاية، معناها تكون مجموعة التعريف يعني من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد، ثم الصفر عنصر معزول، ثم من خمسة إلى زائد ما لا نهاية، هذا لا يمكن، يعني يجب أن تكون مجموعة التعريف لا يوجد فيها عنصر معزول، مثلا من ناقص مثلا ما لا نهاية إلى ناقص واحد، مثلا اتحاد من الواحد مثلا إلى زائد ما لا نهاية، هنا لا يوجد عنصر معزول، العنصر المعزول يكون لوحده في مجموعة التعريف في منطقة معينة. عندنا قال معزول من دي اف، لاحظوا أهم شيء القول أن اف مستمرة عند أ، يعني عند مثال هذا اللي هو اكس مربع مثلا زائد واحد، معرفة مثلا هذه مجموعة التعريف اللي هي ار من ناقص ما لا نهاية إلى غاية مثلا زائد ما لا نهاية، نقول عندنا الدالة مثلا F مستمرة مثلا عند مثلا ثلاثة، في مثالنا هذا مثلا قال القول أن الدالة F مستمرة عند A، عند مثلا مثالنا هذا ثلاثة، يعني أن نهاية الدالة F عند A هي F لـ A، هنا المقصد أن ليميت F لـ X لما x يساوي 3 تساوي لنا f لثلاثة، هذا هو الاستمرارية. كيف مثلا نحسب هنا ليميت؟ لاحظوا ليميت f لx لما x يؤول إلى 3 تصبح تساوي لنا ليميت، تعالوا اللي هي x مربع زائد 1 لما x يؤول إلى 3 تساوي، أعوض هنا بالثلاثة كم؟ 9 والواحد 10. تعالوا الآن نحسب F لمن؟ F لعشرة، عفوا F ل اعتذر F لثلاثة، F لثلاثة عوض هنا 9 والواحد 10، معناه أصبحت ليميت، ركزوا جيدا، ليميت F لإكس تساوي لنا F لثلاثة لما الإكس يؤول، لاحظوا جيدا قلنا لما الإكس يؤول إلى ثلاثة. ماذا يمكن القول الآن على هذه الدالة عند ثلاثة؟ نقول الدالة F مستمرة عند العدد ثلاثة فقط أبنائي. هذا ما نعرفه عن الاستمرارية، وكذلك قاعدة أخرى كذلك نفسها، قال F دالة مستمرة عند A، يعني ليميت F لإكس لما إكس يؤول إلى A تساوي لنا F لA، مثل ما هنا في مثالنا قلنا ليميت F لإكس لما x آل إلى 3 وجدناها أن تساوي لنا f لثلاثة وانتهى الأمر، هذا هو الاستمرارية. تم قضية التفسير البياني، التفسير البياني أن المنحنى لما نرسمه لا نرفع القلم، مثلا نقول هذه مستمرة من ناقص ما يزيد مثلا هكذا، أما غير مستمرة فنجد منطقة مقطعة مثل ما أشير هنا، أقوم بعملية التقطيع في هذا المكان هنا، يعني الدالة من هذا المجال من، لاحظوا من هنا إلى هنا، يعني من هذا المكان إلى هنا، رفع القلم، القلم رفع، لما يرفع القلم أن الدالة غير مستمرة، الدالة مستمرة معناه أثناء رسم المنحني لا يرفع القلم، هذا كالتفسير البياني للاستمرارية. عندنا كذلك أبنائي القول، القول أن الدالة F مستمرة على مجال E، يعني مثلا إذا أخذنا الدالة وقلنا من واحد مثلا إلى ثلاثة، من A إلى B، ها هو A وها هو B، إذا F مستمرة على مجال E،
يعني أن f مستمرة عند كل عدد حقيقي من a. يعني كل عدد إذا جئنا إلى مجال من هنا إلى هنا، يعني من الواحد إلى غاية الثلاثة، فتكون كل الأعداد المحصورة ما بين الواحد والثلاثة الدالة تقبل عندها أو الدالة مستمرة عندها. هذا هو المجال، إذا سمينا هذا مجال إيه؟ هذا عبارة عن مجال إيه من A إلى غاية B، حتى نفهم جيدا هذه القواعد في الاستمرار. الاستمرار يعني لا يوجد فيها أفكار كثيرة فقط أبنائي. نأتي كذلك الآن إلى نتائج. لاحظوا من بين النتائج التي يجب أن تكونوا على دراية بها، عندنا أولا الدوال المرجعية مستمرة على كل مجال من مجموعة تعريفية. ما هي الدوال المرجعية؟ أولا الدوال المرجعية عندنا الدالة التآلفية التي تكتب A X زائد B، هذه الدالة المرجعية. عندنا الدالة المرجعية اللي هي الدالة المربع اللي هي X مربع، هذه كذلك. عندنا كذلك الدالة المقلوب كذلك هذه، وعندنا الدالة الجذرية. هذه الدول الأربعة اللي هي الدالة التآلفية والدالة المربع والدالة المقلوب والدالة الجذرية، هذه الدول المرجعية هي دول مستمرة على مجال تعريفها، على مجال تعريفها. وعندنا كذلك الدول الأخرى، الدول كثيرة الحدود، مثلا الدالة كثيرة الحدود، إذا قلنا مثلا F لX تساوي مثلا X قوة 3 زائد 2 X زائد 1، مثلا هذه دالة كثير حدود معرفة على R، فهي مستمرة على ماذا؟ على R. وعندنا كذلك الدالة، لاحظوا أما إذا جئنا كذلك إلى الدالة السينس والكوسينس، المعروفة أن الدالة السينس والكوسينس التي منحناها البيني إذا رسم مرات نجده هكذا، مثلا هكذا، هذه الدوال الجيبية، يعني في هذه الحالة في الدالة الكوس والدالة السينس مستمرة كذلك على مجال تعريفها اللي هو R. هذه قواعد تحفظ فقط. عندنا كذلك الدوال الناطقة، الدوال الناطقة حاصل قسمة كثير حدود، مثلا يعطى لنا مثلا جي لي اكس تساوي مثلا اكس مربع ناقص واحد على اكس مربع زائد ثلاثة مثلا، هذه الدالة هذه معرفة على مجال تعريفها، على مجال تعريفها، يعني لا يمكن مثلا هنا في هذا المثال معرفة على ار، لو جئنا مثلا وغيرنا في فيما يخص العبارة المقام، مثلا هنا قلنا x ناقص 3 مثلا تصبح لنا دي جي، هي ماذا؟ هي كل الأعداد ما عدا التي يعدم المقام، الذي يعدم المقام هنا الثلاثة، معناه R ما عدا الثلاثة. فماذا نقول؟ نقول الدالة جي مستمرة على R ما عدا الثلاثة، لأن الثلاثة الدالة هذه غير معرفة عندها، حتى نفهم جيدا. هذا فيما يخص هذا. وعندنا أمثلة، لاحظوا جيدا، عندنا أولا ها هي دالة هذه كثير الحدود اللي هي 2 x مربع ناقص 3 x زائد 4 مستمرة على R. عندنا كذلك أبنائي دالة أخرى اللي هي الدالة هذه الدالة الناطقة اللي هي 3 x ناقص 2 على x مربع ناقص 1، هذه دالة كيف هي؟ ناطقة مستمرة على كل من مجال التعريف، مجال التعريف لهذا المثال اللي هو R ما عدا الناقص 1 والواحد، لأن لو نعوض هنا بناقص 1 نجد 0، ولو نعوض بالواحد نجد 0. فماذا نقول؟ نقول الدالة هذه مستمرة على المجال من ماذا؟ من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد، وماذا؟ ومن ناقص واحد إلى واحد، ومن الواحد إلى غاية زائد من، لأن مجال التعريف هو من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد مفتوح، من ناقص واحد إلى واحد مفتوح، اتحاد من الواحد إلى غاية زائد من. فتكون الدالة هذه الدالة مستمر على هذا المجال فقط أبنائي. بعدما أكملنا مع هذا الجزء، نأتي الآن أبنائي إلى تمارين تطبيقية التي نرسخ بها الأفكار. لاحظوا قال أدرس استمرارية الدالة F عند A في كل حالة. عندنا أولا عندنا F لX تساوينا 1 على X، لما هنا عند ماذا؟ عند X يساوينا أو A يساوينا 0. وعندنا F لX تساوينا X مربع عند، نحسب الاستمرار، ندرس الاستمرارية عند A يساوي 2، و f لx تساوينا جذر x عند a يساوينا 0، وعندنا f لx هنا أخذت عبارتين تأخذ x مربع لما x ينتمي من ناقص 1 إلى 2 هنا مفتوح، وتساوينا x ناقص 1 لما x يساوينا 2 مغلق و 5 مفتوح، عند يطلب الاستمرارية عند 2. إذا ننطلق في المثال الأول. قبل أن نتحدث عن الاستمرارية نحدد متى تكون الدالة مستمرة. نقول هنا حتى نفهم،
تكون، ركزوا جيدا، تكون اف يعني الدالة اف، اف مستمرة، مستمرة عند اذا كان ماذا؟ اذا كان القاعدة التي تحدثنا انه اف، او اولا ليميت، ليميت اف لي اكس لما اكس يؤول الى تساوي ماذا؟ اف لي هذه هي قاعدة الاستمرارية. ننطلق في المثال الاول. عندنا اولا المثال الاول اللي هو اف لي اكس قال تساوي 1 على اكس، والاكس والا هنا طلبه هو كم؟ هو صفر. معناه اولا نقول الدالة اف غير معرفة عند ماذا؟ عند صفر. لماذا؟ لأن دي اف المقام اللي هو هذا المقام انه اكس لا يساوي الصفر، اي ماذا تصبح؟ تصبح لنا دي اف تساوي لنا كل الاعداد الحقيقية ما عدا ماذا؟ ما عدا الصفر. اذا ونحن قلنا الدالة يجب ان تكون معرفة عند العدد. هل الآ هذا الذي قيمته صفر الدالة معرفة عنده؟ يعني هل الدالة اف معرفة عند آ؟ لا. إذا نقول هنا مباشرة ومنه الدالة اف غير مستمرة، أو ليست مستمرة، غير مستمرة عند اكس أو عند آ يساوي صفر. لاحظتم لماذا؟ أولا قلنا الدالة معرفة، وهذا المثال الذي هنا 1 على إكس الدالة أولا غير معرفة عند صفر، وهو قال أدرس الاستمرارية عند صفر فلا يمكن ذلك. فماذا نقول؟ نحكم مباشرة أن الدالة هذه غير مستمرة، أو ليست مستمرة عند العدد الذي طلب منا هو الصفر. نأتي الآن إلى المثال الثاني اللي هو F لـ X يساوي لنا X مربع. F لـ X تساوي كم؟ اكس مربع. لو ناتي الان الى مجموعه تعريف هذه الداله دي اف تساوي لنا، بما ان الداله كثيره حدود، من ناقص ما لا نهايه الى غايه زائد ما لا نهايه. هذا الامر. والداله ماذا تقول القاعده؟ والداله قلنا كثير الحدود مستمره على مجال تعريفها على ار. يعني هنا لو ناتي مباشره يعني دون ان نحسب في هذا المثال اللي هو الطلب منا الاستمراريه عند الاثنان، يمكن أن نقول مباشرة أن الدالة مستمرة، لكن هنا نحسب. إذا حسبنا ليميت اف لي اكس لما اكس يؤول إلى الاثنان تساوي لنا كم؟ نعوض هنا باثنان، يعني اثنان مربع تساوي لنا أربعة، واف لي اثنان لو نعوض هنا بالاثنان كم نجد؟ نجد أربعة. فأصبح هذا التعريف صادق، يعني هنا لما عوضنا باثنان وهنا باثنان وجدنا كلاهما أربعة، فالتعريف أصبح محقق. فماذا نحكم؟ نقول ومنه الدالة F كيف هي؟ مستمرة عند ماذا؟ عند A يساوي اثنان فقط أبنائي. بعد ما أنهينا مع هذا المثال، نتطرق الآن إلى المثال الثالث اللي هو F لـ X تساوي جذر X. إذا F لـ X تساوي كم؟ جذر X. لو الآن نحسب ليميت اف لي اكس لما الاكس اولا، هنا علينا ان نستخرج مجموعة التعريف. بما ان الدالة الجذرية تقول ما بداخل الجذر يجب ان يكون اكبر او يساوي صفر، معناه اصبح لنا دي اف تساوي المجال من صفر الى غاية زائد ما لا نهاية. لان لو نعوض هنا باي عدد من صفر الى غاية زائد ما يبقى محقق. الان معناه نحسب ليميت اف لي اكس لما اكس يؤول الى صفر بقيم اكبر، بقيم اكبر. لاحظوا المجال هنا ماذا يساوي لنا؟ يساوي لنا هكذا ليميت جذر اكس لما اكس يؤول الى صفر بقيم اكبر، وتساوي لنا نعوض تساوي لنا جذر صفر، وجذر صفر هو صفر. ونحسب كذلك اف لي صفر تساوي لنا ماذا؟ نعوض في مكان الجذر بالاكس بصفر تساوي لنا صفر. فماذا نتج؟ نتج هو أنه ليميت اف لي اكس لما اكس يؤول الى صفر بقيم اكبر اعطت لنا اف لي صفر اللي هو نفسه هو وجدنا صفر. ماذا نقول؟ نقول الدالة اف مستمرة ماذا؟ عند الصفر من اليمين، من اليمين. لماذا ابنائي من اليمين؟ لاحظوا المجال من صفر الى غاية زائد ما لا نهاية.
لا نقول مستمرة عند الصفر فقط، نقول على اليمين لأن المجال، انظر إلى هنا حتى نفهم جيدا. لو كان المجال مثلا من ناقص واحد إلى صفر هكذا، ودرسنا الاستمرارية عند صفر، نقول عند صفر من اليسار، قلت ماذا؟ من اليسار، حتى نفهم جيدا. إذن بعدما أنهينا مع هذا المثال، نأتي الآن إلى المثال الأخير. لاحظوا جيدا إلى المثال الأخير. إذن أولا لو نحسب هنا ماذا؟ F لمن؟ هو طلب الاستمرارية عند الاثنان، نحسب F لاثنان. هنا في F لاثنان احذروا، هل نحسب بالعبارة الأولى أم الثانية؟ نقوم بحساب بالعبارة الثانية لأن المجال هنا مغلق، الدالة هنا معرفة. في هذا المجال من اثنان إلى خمسة الدالة كيف هي؟ معرفة. أما هنا من ناقص واحد إلى اثنان المجال مفتوح عند الاثنان فلا نحسب. إذا نحسب في هذه، إذا F لاثنان تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا هكذا اثنان ناقص واحد. قلت نعوض في العبارة الثانية، يا أبناء انتبهوا لأن المجال عند الاثنان هنا مغلق فيوجد صورة لاثنان، وتساوي لنا كم؟ تساوي لنا واحد. إذا لاحظوا F معناه لاثنان وجدناها كم؟ وجدناها واحد. هذا الأمر الأول. الآن نلاحظ هل هي مستمرة عند الاثنان من اليمين ومن اليسار أم لا؟ ننتبه ونتابع. إذا نقول ليميت F لإكس لما الإكس يؤول إلى الاثنان بقيم أكبر، بقيم أكبر، ها هو، ها هي هنا بقيم أكبر وهذه بقيم أصغر، معناه المجال هكذا في هذا الاتجاه وهذا يصد بهذا الاتجاه هكذا، إذا بقيم أكبر هنا، تساوي لنا كم؟ تساوي لنا ليميت إكس ناقص واحد لما الإكس يؤول إلى الاثنان بقيم أكبر، تساوي عوض هنا بالاثنان، أصبحنا اثنان ناقص واحد اللي هو واحد. إذا ها هو الشرط أولا، ركزوا. أي هنا ماذا نحكم؟ أي الدالة F مستمرة عند الاثنان من اليمين، ركزوا جيدا. إذا من اليمين نعم، لأن لما حسبنا النهاية عند الاثنان بقيم أكبر وجدناها واحد، وهنا F لاثنان وجدناها كذلك واحد. بقي لنا الآن نحسب النهاية من اليسار اللي هي ليميت F لإكس لما الإكس يؤول إلى الاثنان بقيم أقل، بقيم أقل أكيد نحسب في هذه الجهة، أصبح لنا تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا ليميت إكس مربع لما الإكس يؤول إلى الاثنان بقيم أقل، تساوي نعوض هنا بالاثنان تصبح لكم كم؟ أربعة. فماذا وجدنا؟ وجدنا أنه ليميت، لاحظوا أن ليميت F لإكس لما إكس يؤول إلى الاثنان بقيم أقل لا تساوي لنا F لإثنان. فماذا نحكم هنا كحكم نهائي لهذا الأمر؟ نقول الدالة F مستمرة عند الاثنان من اليمين، من اليمين لماذا؟ لأن هذا الجزء حقق. وماذا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وغير مستمرة عند الاثنان من اليسار. لماذا من اليسار؟ لا، لماذا؟ لأنها هو أمامكم، لما حسبنا بقيم أقل لم نجدها تساوي لنا F لاثنان اللي هي الواحد. الآن هنا من واحد واثنان ماذا نستنتج؟ نقول ومنه الدالة F كيف هي يا أبنائي؟ غير مستمرة عند العدد عند أ يساوي لنا اثنان. لماذا؟ لأن حتى تكون مستمرة يجب أن تكون ليميت هكذا، ليميت F لإكس لما الإكس يؤول إلى الاثنان بقيم أكبر تساوي لنا ليميت F لإكس لما الإكس يؤول إلى الاثنان بقيم أقل، وتساوي لنا ماذا؟ F لإثنان. هذا هو قانون الاستمرارية في الحالة العامة فقط أبنائي. بعد ما عانينا مع هذا المثال، نأتي الآن إلى مثال آخر. قال نعتبر دالة F المعرفة على المجال R ب F لإكس تساوي لنا X مربع زائد X زائد واحد في كوس إكس. قال بين أن الدالة F مستمرة على R. إذا هنا الأمر جد بسيط، ننتبه. نقول البرهان أن F كيف هي؟ مستمرة على ماذا؟ على مجموعة تعريف R. هنا لو نلاحظ إلى الدالة، نقول الدالة
اف عبارة عن ماذا؟ عن جداء دالتين. ما هي الدالة الأولى؟ اللي هي الدالة كثير الحدود والدالة كوس. إذن عندنا الدالة كوس إكس هذه، وعندنا الدالة الثانية، وانتبهوا معي، اللي هي الدالة قلت الدالة كثير الحدود، اللي هي إكس مربع زائد زائد إكس زائد واحد، وكلاهما لاحظوا كلاهما مستمرة على ماذا؟ على R. ركزوا جيدا، إذن هذه مستمرة على R وهذه مستمرة على R. فإن جداء دالتين مستمرتين على R يعطي دالة مستمرة على R، أي فإن جداءهما يعطي ماذا؟ يعطي دالة كيف هي؟ مستمرة على R. هكذا تقول القاعدة، جداء دالتين مستمرتين يعطي دالة مستمرة. هذه كثير الحدود قلنا من قبل أنها مستمرة على R، وهذه مستمرة على R، فإن جداؤهما يعطي دالة مستمرة على R فقط. أبنائي، نأتي بعد أبنائي إلى مثال آخر. لاحظوا، قال لتكن الدالة F المعرفة على R كما يلي. قال تساوي F لX تساوي X مربع ناقص 2 X زائد 1 لما X ينتمي يكون أقل أو يساوي الاثنان، معناه لما يكون، لاحظوا جيدا، معناه f لx تساوي لنا قلنا x مربع ناقص 2 x زائد 1 اذا كان x ينتمي، قلت ينتمي من عفوا من ناقص ما لا نهايه الى الاثنان مغلق، قلت مغلق، وتساوي لنا ماذا؟ f لx يساوي لنا كم؟ يساوي لنا x مربع زائد x، قلت x مربع زائد x ناقص 5 إذا كان x ينتمي من الاثنان مفتوح إلى غاية زائد ما لا نهاية. لاحظوا هنا المجالات مختلفة، هنا الاثنان مغلق وهنا الاثنان مفتوح. قال أدرس استمرارية الدالة أولا عند الاثنان، إذا نكتب هنا دراسة استمرارية من؟ f عند اثنان. هنا ندرس أولا نحسب F لإثنان، F لإثنان في رأيكم أين نحسبها؟ هل في المجال الأول أم الثاني؟ في المجال الأول، لأن هنا الإثنان تنتمي، تصبح لنا تساوي لنا، عوض هنا بإثنان، إثنان مربع أربعة، وهنا عوض بالإثنان، أربعة ناقص أربعة صفر، تبقى لنا هنا كم؟ يبقى لنا واحد، أعيد حتى تفهموا، عوض هنا بالإثنان، أربعة ناقص إثنان في إثنان، أربعة، أربعة ناقص أربعة تذهب، تبقى لنا كم؟ واحد. إذا F لإثنان هي كم؟ هي واحد. نأتي الآن ندرس الاستمرارية على يسار، على هذه الجهة، نحسب، نقول ليميت f لx لما x يؤول إلى الإثنان بقيم أقل تساوي لنا ماذا؟ عوض الآن هنا بالإثنان، لما عوضنا بالإثنان كم وجدنا؟ وجدنا واحد. ماذا نقول؟ نقول أولا الدالة، لماذا؟ لأن لاحظوا التعريف هنا قد طبق على هذه الجهة، نقول الدالة F مستمرة عند ماذا؟ عند الاثنان من اليسار، ما زال لم نتحدث عن الكل، من اليسار، لماذا؟ لأن هنا واحد وهنا واحد لما حسبنا عند كلاهما. هذا الجزء الأول. نأتي الآن حساب الاستمرارية عند، أو دراسة الاستمرارية عند الاثنان بقيم أكبر. عندنا ليميت F لX لما الإكس يؤول إلى الاثنان بقيم أكبر تساوي لنا، الآن نأخذ هذه العبارة هنا، أعوض الآن في هنا بإثنان وهنا بإثنان، تعطيكم هنا أربعة، أربعة زائد إثنان ستة، ستة ناقص خمسة كم تعطي لكم؟ تعطينا واحد. فماذا وجدنا؟ فنستنتج أن هذا ماذا يساوي؟ يساوي لنا F لإثنان، ها هو أمامكم. ماذا نقول؟ نقول الدالة كيف هي؟ الدالة مستمرة عند الاثنان من اليمين، من اليمين، بما أن الدالة هذه مستمرة من اليسار ومن اليمين، ماذا نقول؟ نقول أي الدالة F كيف هي؟ مستمرة عند ماذا؟ عند العدد اثنان. الآن بما أن الدالة هذه مستمرة عند ماذا؟ عند الاثنان، وعندنا أولا هذه الدالة مستمرة على هذا المجال، وهذه مستمرة على هذا المجال، فإن اتحاد المجالين ماذا يعطينا؟ يعطي لنا إن نقول هكذا، اسمعوا جيدا، الدالة
اف مستمرة، اولا مستمرة على المجال، قلنا ما هو المجال؟ هو هذا اللي هو من ناقص ما لا نهاية الى الاثنان مغلق، ومستمرة كذلك على المجال ما هو من الاثنان الى غاية زائد ما لا نهاية مفتوح. فإن ماذا؟ فإن اتحاد هذا المجال وهذا المجال ماذا يعطي لنا؟ أي ركزوا جيد، أنه من ناقص ما لا نهاية إلى الاثنان هكذا، اتحاد من الاثنان إلى غاية زائد ما لا نهاية أبنائي يعطي لنا المجموعة R، يعني يعطي لنا من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية. بما أن أعطى لنا هذا، ماذا يمكن أن نقول على الدالة R، الدالة F؟ نقول أي الدالة F مستمرة على ماذا؟ على مجال التعريف هذا، على R. يا أبنائي أعيد، الدالة هذه مستمرة على المجالين، المجال الأول هذا مستمر عليه وهذا مستمر عليه، هذا الجزء الأول، واتحاد هذا المجال ماذا يعطينا؟ يعطينا R. إذا فالدالة مستمرة على R فقط. عندنا كذلك هذا المثال، قال أدرس استمرار الدالة F، أكيد هنا على R، حيث F لإكس يساوي كوس إكس على إكس مربع زائد واحد. لاحظوا جيدا هنا كذلك، هذه عبارة عن دالة، كيف هي؟ يعني عبارة عن حاصل دالتين. أولا عندنا نقول الدالة من كوس، هذه الدالة كوس، قلنا أنها كيف هي؟ الدالة كوس مستمرة على ماذا؟ على R. وعندنا الدالة كذلك، هذه اللي هي واحد على X مربع زائد واحد، كذلك هذه الدالة يا أبنائي مستمرة على ماذا؟ على R. لماذا؟ لأن إكس مربع زائد واحد هذا مستحيل يساوي الصفر، هذا المقام مستحيل في هذه الحالة يساوي الصفر. لماذا؟ لأن إكس مربع موجب ونضيف له واحد يبقى دائما موجب. فإن ماذا؟ فإن حاصل، هذا هو الأمر، فإن هكذا تقول القاعدة، فإن حاصل دالتين، لماذا؟ هذا على هذا يصبح لنا حاصل دالتين مستمرتين على R هو دالة مستمرة على ماذا؟ على R، هذا هو المعروف فقط أبنائي. إذا بما أن هذه معرفة مستمرة على R، وهذه الدالة هذا المقلوب هذا واحد على X مربع زائد واحد معرفة على R ومستمرة على R، فإن حاصلهم يعطينا دالة كيف هي؟ مستمرة على R، يعني لا تحتاج إلى حسابيات كما يعتقد البعض، إنما قضية كلامات أو كلام لغوي فقط. نأتي كذلك هنا أبنائي إلى مثال آخر، لاحظوا ماذا قال. قال F دالة عددية معرفة كمالية، هذه الدالة عندها عبارتين، لاحظوا جيدا، عندها إما F لX تساوي هنا X قوة 3 ناقص 1 على X ناقص 1، هنا الشرط إذا كان X لا يساوي ماذا؟ لا يساوي 1، معناه كل الأعداد، معناه هذا معناه لو نفككه على شكل مجال نقول من ناقص ما لا نهاية إلى واحد، هكذا اتحاد من واحد إلى زائد ما لا نهاية، هذا الأمر الأول. وعندها العبارة الثانية ماذا تقول؟ أنه F لمن؟ F لواحد تساوي كم؟ ثلاثة، معناه صورة الواحد بالدالة F وثلاثة. قال أدرس استمرارية F عند ماذا؟ عند واحد، هذا الشرط الأول. إذا لاحظوا، نقول هنا دراسة استمرارية من؟ استمرارية F عند، أولا عند X يساوي واحد. عندنا نقول لدينا الشرط الأول أنه F لمن؟ لواحد، قلنا أعطيت لنا ها هي F لواحد هي ثلاثة، هذا الشرط الأول. الآن لو نحسب ليميت F لX لما X يؤول إلى الواحد، هنا ماذا يعطي لنا لو نعوض؟ عوض الآن هنا في هذا المكان بواحد، واحد مكعب واحد، واحد ناقص واحد صفر، وهنا واحد ناقص واحد صفر. عندنا معروف أنه صفر على صفر من حالات عدم التعيين، لكن قلتها عدة مرات، لما نجد صفر على صفر هنا يأتي في ذهني إما طريقة الاختزال أو طريقة العدد المشتق. يمكن الآن أن نستعمل طريقة ماذا؟ العدد المشتق أو طريقة الاختزال. تعالوا نستعمل طريقة الاختزال. كيف الاختزال؟ معناه نأتي هكذا، ركزوا، نقسم x قوة 3 ناقص 1 تقسيم هكذا، ماذا؟ x ناقص 1، وننطلق نقول x قوة 3 على x،
لاحظوا x قوة 3 على x، لو نختزل من هنا x ومن هنا x ماذا نجد؟ يبقى لنا هنا x مربع، ونعود x مربع في ناقص 1، x مربع في ناقص 1 كم؟ تعطي لنا ناقص x مربع، ثم x مربع في x تعطي لنا ماذا؟ x مكعب. ماذا تقول القاعدة؟ انتبهوا أرجوكم، تقول القاعدة نضرب هذا في الناقص مثل الأعداد، نضربه في ناقص ثم نجمع هذا مع هذا صفر، ننزل تبقى لنا إكس مربع ناقص واحد. لم أفعل شيء، انتبهوا، نستعمل الآن القسمة الإقليدية فقط حتى نفهم. إكس مربع تقسيم إكس، إكس مربع تقسيم إكس، أختزل من هنا إكس ومن هنا إكس، ماذا يبقى لنا؟ يبقى لنا زائد إكس. نعود إكس مربع في ناقص إكس، إكس مربع في ناقص إكس، ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا ناقص إكس، ثم إكس مربع في إكس يعطي لنا إكس مربع، ثم تقول قاعدة نعيد نضربهم في ناقص، هذا في ناقص والآخر في ناقص، يصبح لنا هكذا، يذهب هذا مع هذا صفر، وننزل تصبح لنا إكس ناقص واحد، إكس ناقص واحد على إكس ناقص واحد، إكس ناقص واحد على إكس ناقص واحد أكيد سوف تعطينا واحد، الباقي كم؟ الباقي صفر. أعيد الكلام، هذا في هذا كم؟ يعطي لنا ناقص واحد، وهذا في هذا يعطي لنا ناقص إكس، عفوا يعطي لنا زائد إكس. الآن نضرب مثل ما قلت، نضرب مرة أخرى في ناقص، هذا في ناقص وهذا في ناقص، فيذهب كلهم إلى الصفر. فماذا يمكن أن نقول؟ نقول على أن إكس مكعب ناقص واحد يساوي لنا إكس ناقص واحد في إكس مربع زائد إكس زائد واحد. مثلها كمثل قلت عدة مرات، مثل كأن نقسم 20 على 4 تعطينا 5، 20 تساوي لنا 5 في 4، هكذا فقط. هنا كذلك الآن لاحظوا، تصبح لنا إكس مكعب ناقص واحد هي إكس ناقص واحد ضرب الحاصل اللي هو إكس مربع زائد إكس زائد واحد. الآن ما رأيكم أن نقسم هنا على إكس ناقص واحد، وهنا كذلك على إكس ناقص واحد، ونحول التساوي، يعني التساوي نحولها إلى هذا الخط، ماذا يحدث؟ أنه هذا مع هذا قد يذهب بطريقة الاختزال، معناه تصبح لكم هكذا وهكذا، فيذهب هذا كليا. فماذا نفعل؟ فنحسب الآن، إذا قلنا هنا ليميت الإكس يؤول إلى واحد تصبح تساوي لنا ليميت الإكس هنا يؤول إلى واحد، تعالوا الآن نعوض هنا بواحد، عوض هنا بواحد، واحد ماذا تصبح لكم؟ هنا اثنان زائد ماذا؟ زائد واحد كم تساوي؟ تساوي لنا ثلاثة. فماذا وجدنا؟ أن ليميت اف لي إكس لما الإكس يؤول إلى الواحد وجدناها تساوي لنا ثلاثة، وتساوي لنا اف لي واحد، ها هو اف لي واحد. ماذا نقول؟ نقول ومنه الدالة اف، كيف هي؟ مستمرة عند ماذا؟ عند العدد واحد فقط. بعد ما أنهينا مع هذا الجزء، نأتي الآن إلى السؤال الأخير، لكن ركزوا أن قلنا الدالة كيف هي؟ مستمرة عند ماذا؟ عند الواحد. جاء السؤال آخر قال هل الدالة اف مستمرة على ار؟ نقول هنا معرفة، أولا معرفة استمرارية من؟ استمرارية اف على ار، على مجموعة التعريف كليا. نقول بما أن الدالة، من الدالة؟ اف اللي هي هذه، أو نكتب هذه الدالة، هذه اللي هي اكس مربع ناقص اف، عفوا اكس مكعب ناقص واحد على اكس ناقص واحد، هذه الدالة اللي هي الدالة اف في هذه الحالة، كيف هي؟ دالة، دالة ناطقة، فهي مستمرة على ماذا؟ على المجال من ناقص ما لا نهاية إلى إلى واحد، لأن إلى واحد اتحاد، ومن الواحد إلى غاية زائد ما لا نهاية، معنى هذه الدالة في هذا الجزء مستمرة على مجال التعريف، مجال التعريف ها هو لأنها دالة ناطقة، وماذا؟ وكذلك مستمرة عند ماذا؟ مستمرة عند واحد، أي ماذا؟ لاحظوا جيدا، عندنا نحن معناه مستمرة من ناقص ما لا نهاية إلى الواحد، اتحاد من الواحد، عفوا مغلق مفتوح، من الواحد إلى غاية زائد ما لا نهاية، وكذلك واتحاد الواحد، الواحد لما، يعني عندنا لو كانت هكذا
كانت في الأصل هنا في هذا المكان غير مستمرة. لاحظوا هنا في الواحد غير مستمرة، لكن جاء الواحد وأكمل المسار، فأصبحت كيف هي؟ فأصبحت معرفة من ناقص عفوا مستمرة من ناقص ما لا نهائي إلى زائد ما لا نهائي، يعني هنا إلى غاية، يعني هذا اتحاد هذا المجال يعطينا من ناقص ما لا نهاية إلى غاية زائد ما اللي هي نفسها R. أعيد، الدالة مستمرة على هذا المجال اللي هو من ناقص ما لا نهاية إلى واحد اتحاد من واحد إلى زائد ما، مستمرة عليه. وهنا لا ينتمي الواحد، جاء الواحد وقال أنا كذلك مستمرة عندي، فأصبحت مستمرة من ناقص ما لا نهائي إلى زائد ما لا نهائي، هذا ما يدل على أن المجال كليا R. فنقول الدالة كيف هي؟ الدالة F مستمرة على المجال الذي طلب منا اللي هو على R، لأن جزء مستمر وجاء الواحد ذلك وقال أنا مستمر، فأصبحت مستمرة على كل مجموعة الأعداد الحقيقية فقط أبنائي. ناتي بعد أبنائي إلى مثال آخر، قال F دالة معرفة على R كما يلي: F لإكس تساوي جذر إكس مربع زائد واحد ناقص واحد على إكس لما إكس هنا لا يساوي الصفر، وصورة الصفر F لصفر هي صفر. قال أدرس استمرارة الدالة F عند الصفر. إذا نكتب هنا دراسة استمرارية من F عند القيمة صفر. إذا هنا ما علينا إلا أن نحسب النهاية من اليمين والنهاية من اليسار. إذا نحسب هكذا، نقول ليميت f لx لما x يؤول إلى الصفر من اليمين هل تساوي لنا ليميت، اسمعوا جيدا، f لx لما x تؤول إلى الصفر بقيم أقل تساوي لنا ماذا؟ صورة الصفر تساوي لنا f لصفر ونجدها تساوي صفر. إذا وجدنا هذا الأمر ماذا نقول؟ إنها مستمرة عند الصفر. إن لم نجد هذا الأمر فنقول إنها ماذا؟ إنها غير مستمرة. إذا تعالوا ننطلق، تصبح لنا ليميت ماذا؟ جذر إكس مربع زائد واحد ناقص واحد على إكس لما إكس يؤول إلى ماذا؟ إلى الصفر. لكن هنا انتبهوا معي، لو نعوض تعويض مباشر نعوض هنا بصفر وهنا بصفر، في البسط ماذا نجد؟ نجد هنا كم جذر الواحد هو واحد، تصبح واحد ناقص واحد على صفر، إنها صفر على صفر حالة عدم التعيين. لكن تذكروا شيء ذكرته عدة مرات، قلت لما نجد صفر على صفر وتكون الدالة، الدالة غير كثيرة الحدود، معناه ليس بكثيرة الحدود، معناه مثل ما هنا دالة جذرية أو كوس أو سينيس أو ما أشبه ذلك، قلنا نتذكر العدد المشتق. لاحظوا جيد، العدد المشتق تقول قاعدته ليميت اش لإكس ناقص اش لإكس صفر على إكس ناقص إكس صفر لما إكس يؤول إلى إكس صفر، يا أبنائي اسمعوا، تساوي لنا آش فتحة لإكس صفر. في رأيكم هنا لو نأتي بالعبارة ونطابق مع بعض اللي هي ليميت جذر إكس مربع زائد واحد ناقص واحد على إكس لما إكس يؤول إلى الصفر، هنا في الأصل ناقص ماذا؟ ناقص إكس صفر، وإكس صفر هنا كم؟ صفر. ألا تلاحظون بالمطابقة أن آش هذه هي نفسها هذه؟ ألا تلاحظون ذلك؟ أن آش لإكس هي جذر، اسمعوا جيدا، إكس مربع زائد واحد. يقول أحدكم لماذا؟ تعالوا نحسب الآن آش لصفر تساوي، معنى هذه الكتابة تصبح لنا هكذا، تساوي لنا ليميت آش لإكس ناقص اش لصفر على اكس ناقص صفر، قلت ناقص صفر لما اكس يؤول الى الصفر، حيث هذه بالمطابقه هذا الجزء هو الاش لاكس واش لصفر هو ماذا؟ هو الواحد. يقول احدكم لماذا؟ عوض هنا بصفر، عوض هنا بصفر وهنا بصفر، كم تصبح لكم؟ جذر واحد، وجذر واحد كم؟ انه صفر. ماذا تقول القاعده؟ اذا اش لصفر قلنا هي واحد. اذا فماذا يمكن ان نقول؟ نقول هذه تساوي لنا اش فتحه لصفر. اش فتحه لصفر معناه ما علينا الا ان نذهب الى هذه العباره نقوم باشتقاقها. تعالوا نشتق اش فتحه لاكس تساوي، مشتق الداله الجذريه هو مشتق ما بداخل الجذر، مشتق اكس مربع هو 2 اكس على 2 في العبارة نكتبها اللي هي إكس مربع زائد واحد، هذا هو المعروف في مشتق الدالة الجذرية. الآن تعالوا نعوض بالصفر،
نقول وبما أن الدالة آش كيف هي يا أبنائي؟ لاحظوا جيدا، قابلة للاشتقاق عند ماذا؟ عند الصفر. ركزوا، الدالة ليس اف، الدالة اش هذه التي ظهرت جديدة، إنها تقبل الاشتقاق عند صفر. عوضوا، اش لصفر تعطينا واحد، ولما نشتق يعني لا يحدث أي شيء. تعالوا الآن نكمل. إذا هنا ماذا ينتج؟ أنه من هنا تذهب اثنان ومن هنا اثنان، فماذا ينتج؟ ينتج لنا اكس على جذر اكس مربع زائد واحد. تعالوا الآن أبنائي نحسب صورة الصفر في هذه المشتقة. في اسمعوا جيدا، تصبح لنا هكذا اش فتحة لصفر تساوي، عوض هنا بصفر وهنا بصفر، تصبح صفر على جذر واحد، أي أنه صفر على واحد اللي هي واحد. هل هي واحد؟ لا، إنها صفر. احذروا، قلت هنا صفر صفر، تصبح لنا صفر على واحد، إنها صفر. هل وجدنا القاعدة التي كنا نأمل أن نصل إليها؟ نعم، لقد انطلقنا من النهاية فوجدنا أنها تساوي صفر، إذا نكتب هذه تصبح النهاية هي كم؟ هي صفر. استعملنا العدد المشتق، انتبهوا لذلك. قلت استعملنا العدد المشتق في هذه، معناها ذهبنا إلا إلى هذه العبارة اللي هي جذر إكس مربع زائد واحد، نقوم باشتقاقها ونعوض فيها. فعوضنا فوجدنا صفر، فتحقق أن ليميت إف لإكس أصبحت تساوي إف، ليميت تساوي إف لصفر وتساوي صفر. إذا فتحقق التعريف، نقول هكذا، معناها تصبح لنا هكذا ليميت إف لإكس لما الإكس يؤول إلى الصفر بقيم أكبر أو قيم أصغر. لما نستعمل هذا الأمر الذي نسمي العدد المشتق، لا نحتاج بقيم أكبر أو أصغر، تساوي لنا إف، تساوي لنا إف لصفر وتساوي لنا صفر. نقول ومنه الدالة كيف إف مستمرة عند الصفر. ولو قال ما مثلا وهل هي مستمرة على R؟ نقول نعم. لماذا أبنائي هي مستمرة على R؟ نقول هكذا، الدالة التي قلنا هي هكذا، هي جذر إكس مربع زائد واحد ناقص واحد على إكس، كيف هي؟ مستمرة على R نجمة، لأن قلنا باستثناء الصفر. وكذلك الدالة F مستمرة عند ماذا؟ عند صفر. لاحظوا هنا ما عدا الصفر ثم دخل الصفر، نقول ومنه F مستمرة على ماذا؟ على R. هذا هو المعروف فقط يا أبنائي. نأتي بعدها إلى مثال آخر. قال نعتبر دالة F معرفة على R. هذه الدالة F عندها عبارتان، F لإكس تساوي ألفا في إكس مربع ناقص 3 ألفا مربع لما إكس يكون أكبر من الصفر، و F لإكس تساوي 2 إكس ناقص 3 هذه لما يكون إكس أقل أو يساوي الصفر. قال عين قيم العدد الحقيقي ألفا التي من أجلها تكون الدالة F مستمرة عند صفر. لاحظوا جيدا، إذا نقول تعيين ألفا حتى تكون من F مستمرة عند ماذا؟ عند العدد صفر. نقول أولا حتى تكون F قلنا مستمرة عند صفر يجب أن تكون ليميت F لإكس لما الإكس يؤول إلى ماذا؟ إلى صفر بقيم أكبر تساوي لنا ليميت F لإكس لما إكس يؤول إلى صفر بقيم أقل تساوي لنا F لماذا؟ F لصفر. هذا هو المعروف في الاستمرارية. تعالوا الآن ننطلق نحسب F لصفر. F لصفر هنا يا أبنائي احذروا، هل نحسبها في المجال الأول أم الثاني؟ إنه في المجال الثاني. اقرأوا هذا، X أقل أو يساوي، معنى هذا لو نشكله على شكل مجال يصبح لنا هكذا من ناقص ما لا نهاية إلى صفر مغلوق، يعني هنا يحقق. أما هنا المجال مفتوح لا يمكن أن نعوض فيه، يعني نعوض فيه بالصفر مباشرة، يعني نحسبه على شكل نهاية. فتصبح لنا F لصفر تساوي، نعوض هنا بصفر وهنا بصفر، لأن في مكان الإكس صفر، تصبح لنا كم؟ تصبح لنا ناقص 3. هذا هو المعروف. إذا هذا الأمر الأول، معناه حتى تكون هذه الدالة مستمرة عند صفر يجب أن تكون ليميت F لإكس لما إكس يؤول إلى الصفر بقيم أكبر، اللي هي كم؟
عوض الآن هنا بالصفر بقيم أكبر، تصبح لنا تساوي لنا ألفا في صفر مربع هكذا ناقص ثلاثة ألفا مربع، ألفا مربع هذه تصبح هذا يذهب كليا، تصبح لنا ناقص ثلاثة ألفا مربع. حتى ها هو الشرط، حتى تكون اف مستمرة عند صفر يجب أن تكون النهاية تساوي الصورة، النهاية تساوي الصورة. ما معنى النهاية تساوي الصورة؟ معنى هذا الجزء يساوي هذا الجزء، اسمعوها جيدا. إذا فتصبح ناقص ثلاثة ألفا هذا يساوي هذا، حتى نفهم فقط، لأن في الجهة هذه انتهى، يمكن أن نحسب صورة الصفر مباشرة لأن المجال مغلق، المجال مغلق معناه الدالة في هذا الجزء مستمرة عند الصفر من اليسار، حتى نفهم. إذا فتصبح لنا تساوي لنا كم؟ تساوي لنا قلت هذا يصبح يساوي هذا الجزء، تصبح لنا ناقص ثلاثة ألفا مربع تساوي لنا ناقص ثلاثة، تصبح لنا ألفا مربع يساوي لنا ناقص ثلاثة على ناقص ثلاثة تساوي لنا ماذا؟ واحد. إذا تخيلوا ألفا مربع تساوي لنا واحد، أي أن ألفا يساوي لنا جذر واحد اللي هو واحد، أو أن ألفا تساوي لنا ناقص جذر واحد اللي هو ناقص واحد. إذا حتى تكون اف مستمرة عند ماذا؟ عند صفر يجب أن ماذا يكون؟ يكون ألفا يساوي واحد وألفا أو ألفا أو ألفا يساوي ناقص واحد فقط أبنائي. هكذا نجيب على هذا السؤال لما يقول عين قيمة ألفا حتى تكون مستمرة فقط أبنائي. نأتي بعد أبنائي إلى مثال آخر، قال نعتبر دالة F المعرفة على R B. F لإكس تساوي لنا إكس ناقص 3 زائد جذر إكس مربع زائد 9 على إكس لما إكس لا يساوي الصفر، و F لصفر تساوي لنا ألفا. قال عين قيمة العدد الحقيقي ألفا حتى تكون الدالة F مستمرة على R، مستمرة على R. أولا نقول هكذا، الدالة F أولا مستمرة على ماذا؟ على المجال R النجمة. لماذا؟ لأن عندنا، ركزوا جيدا، عندنا إكس ناقص 3 زائد جذر هذه الدالة اللي هي إكس مربع زائد 9، هذا الدالة مستمرة على ماذا؟ على R هذا الجزء. وعندنا ماذا؟ والدالة واحد على إكس اللي هي المقلوب، اللي هي هذه المقلوب، الدالة واحد على إكس كيف هي؟ مستمرة على ماذا؟ على R نجمة. فإن هنا يحدث تقاطع المجال، واحدة مستمرة على R والأخرى على R نجمة، فنقول فإن حاصلهما هذه الدالتين حاصلهما كيف هو؟ مستمرة على R نجمة. اسمعوا جيدا، هذه الجزء الذي في البسط مستمر على R، والمقلوب واحد على X مستمر على R نجمة، فإن هذه تصبح لنا دالة كسرية، تصبح لنا هذه مستمرة على R نجمة. هذا الجزء الأول انتهى، تبقى لنا وحتى تكون مستمرة عند ماذا؟ عند الصفر، عند الصفر يجب أن تكون ليميت اف لإكس لما إكس يؤول إلى الصفر تساوي لنا اف لمن؟ اف لصفر، أي أن تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا ألفا، لأن اف لصفر ها هي أمامكم أعطيت لنا كم؟ ألفا. معناه نأتي الآن لحساب نهاية هذا الجزء عند الصفر، اللي هي ليميت، لاحظوا ليميت إكس ناقص 3 زائد جذر إكس مربع زائد 9 على إكس لما إكس يؤول إلى الصفر. هنا علينا أن نرتب، ثم لاحظوا ماذا يحدث، أصبح لنا تساوي لنا ليميت، اسمعوا جيدا، إكس زائد جذر إكس مربع زائد 9 ناقص 3 على إكس لما إكس يؤول إلى الصفر. ننتبه جيدا وركزوا أرجوكم، هنا ما نستعمل ما نسميه العدد المشتق. لو نلاحظ جيدا هنا أبنائي ونعوض في هذا المكان بصفر، تصبح هنا صفر وهنا صفر، تصبح هنا جذر 9، جذر 9 و3، 3 ناقص 3 كم؟ صفر، وهنا صفر حالة عدم التعيين، معناه نجد صفر على صفر حالة عدم التعيين. وأنا قلت بما أن الدالة هنا ليس كثيرة الحدود إنما دالة جذرية نستعمل العدد المشتق، لكن ما هي الدالة هنا التي استعملها العدد المشتق؟ الدالة هي آش لإكس تساوي الدالة هي هذه الدالة هي التي نسميها الآش. إذا تصبح لنا هي إكس زائد
اكس مربع زائد 9، هذه هي الدالة ار. نقول اذا وهذه معناها تصبح تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا اش فتحة لمن؟ لصفر. اش فتحة لصفر، لان الدالة اش كيف هي؟ قابلة للاشتقاق عند ماذا؟ عند الصفر، ليس الدالة اف. الدالة اش تصبح لنا دالتها المشتقة اللي هي اش فتحة لإكس تساوي مشتق هذا الإكس كم؟ هو واحد، هذا الأمر الأول. زائد مشتق الدالة الجذرية هو مشتق الذي بداخل الجذر اللي هو اثنان، إكس على اثنان في جذر إكس مربع زائد واحد. تعالوا الآن هذا يذهب مع هذا، لما يذهب هذا مع هذا معناه هذا الجزء كليا سوف ينزع وهذا ينزع. تعالوا الآن نعوض بصفر، تصبح لنا اش فتحة لمن؟ لصفر تساوي لنا واحد زائد صفر على اكس مربع زائد واحد، لكن قلنا نعوض هنا بالصفر فيذهب هذا الجزء كليا، يبقى لنا كم؟ يبقى لنا واحد. ونحن ماذا قلنا؟ قلنا علينا ان اذا كانت مستمره ان ليميت اف لاكس تساوي لنا اف لصفر وتساوي لنا الفا. اذا هنا كم وجدنا نهايه هذا الجزء؟ وجدناها واحد، اي هنا حتى نفهم جيدا وانتبهوا معي. اذا في هذا الجزء ارجوكم انتبهوا، حتى تكون قلنا مستمره يجب ان هذا الشرط يتحقق، ان هذا النهايه كم وجدناه؟ ها هي كم وجدناها؟ وجدناها واحد. فنقول واحد يساوي لنا اف لصفر ويساوي لنا الفا بهنا كم تصبح لنا الالفا؟ اي الفا تصبح واحد. معناه الشيء الذي نلخصه نقول حتى تكون اف مستمرة على ماذا؟ مستمرة عند صفر يجب ان يكون الفا يساوي لنا واحد. اذا وكذلك الامر الثاني الذي علينا هو قال عين قيمة الفا حتى تكون كيف؟ مستمرة على ار. اولا اسمعوا جيدا، قلنا انها مستمرة على ار نجمة، مستمرة على ار نجمة، وحتى تكون مستمرة عند الصفر يجب الفا ان يكون واحد. اذا من خلال هذه وهذه نقول حتى تكون اف مستمرة على ار يجب ان يكون الفا يساوي واحد فقط. لماذا؟ لان هي مستمرة على ار نجمة، بقي لنا المشكل عند الواحد، عند الصفر، عند الصفر لما حسبنا عند الصفر وجدنا الفا يساوي واحد، فيبقى المشكل إلا مع الصفر. إذا حتى تكون مستمرة كليا على R يجب أن يكون الألفا يساوي لنا واحد فقط. أبنائي نأتي بعد أبنائي إلى مثال آخر، قال نعتبر الدالة F المعرفة على RB F لإكس يساوي لنا X مربع زائد 2 X ناقص A لما يكون X أكبر تماما من 2. تعالوا هنا نلخص، أكبر من 2 معناه X يكون ينتمي من ماذا؟ من الاثنان مفتوح إلى زائد ما لا نهاية، وهنا يكون إكس ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى، عفوا قلت من ناقص ما لا نهاية إلى الاثنان مغلق. معنى في هذه الجهة نحسب مباشرة، نقول أن إف لاثنان تساوي لنا ليميت اثنان بقيم أقل، أما هنا لا يمكن. تعالوا نأتي، قال حيث أ و ب عددان حقيقيان ثابتان عين علاقة بين أ و ب حتى تكون الدالة إف مستمرة عند اثنان. إذا نقول هنا تعيين علاقة، ليس تعيين أ و ب، لا تعيين علاقة بين أ و ب حتى تكون من؟ تكون إف مستمرة عند ماذا؟ عند العدد اثنان. إذا نقول حتى تكون إف مستمرة عند العدد اثنان يجب أن ماذا يجب؟ يجب أن تكون ليميت اف لإكس لما الإكس يؤول إلى اثنان قلنا تساوي لنا اف لإثنان. أولا نحسب اف لإثنان تساوي، اف لإثنان هنا ما أوصيكم به تحسب في الثاني لأن المجال هنا عند الاثنان مغلق، معناه يجوز أن نحسب، أما هنا لا يمكن. ركزوا أرجوكم، تصبح تساوي لنا ماذا؟ عوضوا هنا بإثنان إثنان إثنان، تصبح أكيد في هذا المكان تصبح لنا 4 في 2 اللي هي 8، تصبح لنا 8 ناقص أ
زائد بي على 2. وهذه ماذا تساوي لنا؟ تساوي لنا ليميت، نفس الشيء، ليميت اف لإكس لما إكس يؤول إلى الاثنان بقيم أقل، يعني هي نفسها بقيم أقل، يعني بقيم أقل نفس الشيء، سوف نجد 8 ناقص أ زائد بي على 2. نأتي الآن إلى ليميت اف لإكس لما الإكس يؤول إلى الاثنان بقيم أكبر. لا نقول أنها تساوي لنا اف لإثنان، لا، نعوض هنا بإثنان، إثنان إثنان إثنان، تصبح لنا هنا كم؟ 4 في هنا 2، تصبح لنا 8 ناقص أ. إذا قلنا سوف نطبق الآن، قلنا حتى تكون مستمرة عند عدد يجب أن تكون النهاية تساوي الصورة. ما معناه؟ معناه حتى تكون F مستمرة عند ماذا؟ عند الاثنان يجب أن تكون 8 ناقص أ زائد ب على 2 تساوي، معناها يجب أن يكون هذا الجزء يساوي لنا هذا الجزء حتى نطبق التعريف هذا، النهاية تساوي الصورة. تساوي لنا كم؟ تساوي لنا 8 ناقص أ، هذا هو المعروف. نستعمل هنا جداء الطرفين في جداء الوسطين يعني حتى نكمل الحساب، تصبح لنا 8 ناقص أ زائد ب تساوي لنا 8 ناقص أ، هذا هو المعروف. إذن بعدها ماذا ينتج يا أبنائي؟ أنه تصبح لنا، نتابع جيدا، إذن قلت هنا إلا أنه ننتبه، قلنا هذا في هذا يساوي لنا هذا في هذا، معناه تصبح لنا هكذا، تصبح لنا 8 ناقص أ زائد ب تساوي لنا هذا يضرب في هذا، كم تصبح؟ تصبح لنا في هنا في 2، تصبح لنا 8 ناقص أ زائد ب يساوي لنا 16 ناقص 2 أ، هذا هو المعروف. الآن نكمل عملية الأمر فقط، تصبح أنقل هذا إلى هنا، تصبح ناقص أ زائد 2 أ زائد ب يساوي لنا 16 ناقص 8، تصبح لنا أ زائد ب يساوي لنا كم؟ يساوي لنا 8. هذه هي العلاقة ما بين، لماذا؟ لأن هذا لما ننقله إلى تصبح لنا 16 ناقص 8 اللي هي 8، وهذا لما ينقل إلى هنا تصبح لنا 2 أ ناقص أ، تصبح إذن أ زائد ب يساوي 8. إذن الشرط الذي يجعل، إذن نقول حتى تكون F مستمرة عند ماذا؟ عند الاثنان يجب أن تكون العلاقة، ما هي العلاقة؟ أنه A زائد B يساوي لنا كم؟ يساوي لنا 8 فقط أبنائي.